انظر يا نشوان، إنه عرض عسكري قديم بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر. إنه عرض قديم، أليس كذلك؟ لم يعد هناك عروض عسكرية هذه السنوات يا جدي. ستعود العروض العسكرية، سيعود كل شيء يا بني بأفضل مما كان. هل تتذكر الثورة يا جدي؟ أين كنت حينها؟ كنت صغيرا حينها في صنعاء. أتذكر أني كنت عادة أخرج إلى الزقاق كل نهار لألعب مع رفاقي، إلا أن ذلك النهار منعتني والدتي من الخروج، خاصة بعد أن سمعنا أصوات بعض الانفجارات في الفجر. لم نعرف ما يحدث بالضبط حتى مرت ساعات، فلم نكن من الأثرياء لنملك راديو. تخيل يا نشوان، لقد كان منزلنا مجاوراً لمنزل أحد الضباط، رغم ذلك لم ننتبه بوجود ما يريب في الأيام التي سبقت ليلة الثورة. سارت الأيام بوتيرة عادية حتى لحظة الصفر.